يا مسيت العافية عليكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة دبليو تي في وطن، وهذه حلقة جديدة تجمعنا وياكم أكيد في ليالينا في رمضان. أكيد حلقتنا لهذا اليوم ما تخلى جمالا وتألقا عن باقي الحلقات، لأن دائما نستند على محتوى إيجابي ومحتوى هادف وكذلك ضيوف رائعين، فبالتالي أكيد نحقق شيء إيجابي بهذا المجتمع وبهذه الليالي المباركة والليالي الجميلة. مشاهدينا الكرام، بالبداية أوجه أجمل تحية لأفران الطاحونة بغداد العرصات على تزويدهم كل أيام شهر رمضان المبارك بالحلويات الجميلة والطيبة والرائعة. أكيد نوجه أجمل تحية لمصممة الأزياء سارة العزاوي على هذا التنسيق، ما ادري اذا عجبكم او لا، المهم يعني انا بالنسبه لي حبيته لان شيء لطيف. يرافقنا اليوم اجمل كادر واجمل اعداد، اكيد بمشاهدتكم وبجمال رونق المتابعه اكيد راح نحقق شيء لهذا اليوم. اليوم ضيوفنا مختلفين، اليوم ضيوفنا رائعين، اليوم عندنا اختصاصات رائعه بين الفن والمسرح وكذلك بين صناعة المحتوى الهادف في عصر مليء بالمحتويات السيئة والغير الهادفة. أكيد مشاهدينا الكرام إن شاء الله اليوم راح تكون وياكم بهذه التغطية الرائعة وهذه الحلقة المميزة. أكيد في نهاية الحلقة راح نفتح الاتصالات، راح تكون جائزتنا اليوم مقدمة من مركز الكوافير بسام بغداد الربيعي. اليوم راح نكون ويانا فائزين اثنين بهذه الحلقة، أكيد إن شاء الله الجميع يكون بهذا النجاح، وإن شاء الله كل من يأخذ نصيبه وكل من يأخذ يعني كل من يأخذ الحظ بالنهاية قرعة وبالنهاية أكيد يكون نجاح. أكيد مشاهدينا الأحبة دعوني أرحب بأجمل ضيوف انضموا لهذه الأمسية الجميلة والرائعة. أبدأ من حيث من تأخر بهذا اللقاء. أرحب بنجم عراقي شاب تألق في برنامج المسابقات العراقي العربي عراق آيدول وحقق مشاهدات بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، تميز بحنجرة ذهبية، بعد ذلك انتقل إلى عالم الإعلام وقدم برنامج مميز انتقل به إلى شواطئ وأرصفة وأزقة العراقيين من كل حد وصوب. دعوني أرحب بالنجم العراقي الشاب عمر رعد، رمضان كريم. الله أكرم علينا وعليك. أنا آسف طبعا تأخرت شوي عليكم، بس تعرف سبب شوي الالتزامات وهيجي، بس احنا يوم من حكينا قلت لك أنا كلش حاب أنه أجي وأحضر وياكم هذه الليلة الرمضانية. أنا سعيد جدا أنه أطلع المشاهدين من شاشتكم يا حبيبي، وسعيد انه اشوفك. اكيد انا فرحان جدا، احنا نتواصل دائما لكن للاسف ما ملتقين، فهذه فرصه حلوه. اكيد طبعا يا حبيبي يا عمري. اكيد مشاهدينا الاحبه ارحب بمخرج مسرحي رائع من الطراز المميز، تألق وابدع بين اللوحه والميزان المكسور واعمال رائعه جدا في الوسط الفني، لذا يستحق اليوم ان يكون ضيف مشرف وضيف رائع جدا لما قدمه ولما ألفه ولما أخرجه من أعمال تليق وتستحق أن نسلط الضوء عليها في هذه الأمسية الرمضانية. أرحب بالمخرج المهم، لما أتحدث عن مهم أتحدث عن إبداع يرافق اسم هذا المخرج. أرحب بالمخرج المسرحي حسين فيفا، رمضان كريم. الله أكرم أستاذ محمد يا حبيبي، رمضان كريم عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا شكرا لك اللي خليتني نجمه سواء ليالينا يعني يا حبيبي، شرف لي اكيد، شرف لي. الله يحفظك فدوى يا حبيبي. ابدا من مبدع رائع. عموري خلي شويه نرجع برمضان وبعدين ندخل بمحور الحلقه. اكيد طبعا. شنو اللي تغير برمضان السابق، السنوات السابقه، شنو اللي شفته اليوم ما موجود؟ سولف لنا. يعني على الصعيد الشخصي، على العادات، على التقاليد، شنو اللي افتقدناه اليوم بالاجواء؟ يعني شوف قلت لك انا على الصعيد الشخصي يمكن هذا اول رمضان صار فتره ما مخلصه ويا اهلي، يعني
اي ارتباط كان يجي كنت احتضر على الموضوع، لان كنت مصر انه ابقى ويا العائله. تعرف رمضان ويا العائله غير، يعني من انت تكون بعيد بغربه، تكون بعيد ملتهي بشغل وكذا، يعني هو كل شيء اكو طعام، بس ويا العائله يكون غير. اما عادات وتقاليد يعني انا ما اعتقد احنا فقدنا الهوايه من هذا الموضوع، يعني احنا طيبتنا تبقى دائما هي اللي يعني ما فقدنا هوايه من هاي الاشياء، يعني احنا بعد جار على جار يدخل على جاره. يعني انا اليوم جيت لقيت جوارنا يدق بالباب جايب شيء لاهلي، اهلي مصعدين شيء لجارنا، فهذا الشيء يعني موجود عند العراقيين، يعني ما اعتقد فقدنا شيء. اللي فقدناه هو حس الـ 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 يعني نوعيه الامان، هذا الاستقرار اللي نشوفه. من يعني دائما نقول الامان هو شيء ينحس ما ينشاف. احنا نتمنى يعني نشوف كل 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 سنه او كل 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 موسم رمضاني تكون الحياه افضل، تكون الاشياء نحو الافضل. يمكن التطور الموجود اليوم حتى من خلال الشاشه، يعني شفنا كل شوي اكو اعمال من سواء الدراميه او البرامج التلفزيونيه. حلو. هذه الاشياء اللي بكثر هذه ترجع الحياه لل. وين كانت طفولتك؟ اني بالكرخ، يعني بشارع حيفا. بشارع حيفا، اجواء رائعه لليوم. اي لليوم موجودين. اي يعني هي الاجواء، احنا يمنا مكان الخضر الياس وهيك، يعني العوائل تجي كل شو اسمه يعني هي. كل ورا الفطور يلتقون. الكرخين مشهورين بالمحابس والمقام العراقي. حلو. فهذه الاجواء يعني عايشيها احنا يعني. انا كلش فرحان بتواجدك اليوم. شكرا جزيلا. وانت انيق. شكرا جزيلا. شكرا. حسين فيفا، عادات وتقاليد بدت شويه تنمحي مع تطور التكنولوجيا والحداثه، وهاي الطلايب ما تخلص وارسلها الى 10 ويجي خبر. سولف لنا شنو اللي تغير حسون؟ استاذ محمد، اليوم العادات والتقاليد مثل ما تفضل اخوي، اليوم العادات شلون الحب. الحب صحيح يمر فترات فتور، بس الحب يبقى حب. اليوم العاده والاصاله والموضوع يعني مستحيل 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 تروح، بس يعني تبقى او يصير بها فتور قليل. مثلا هسه احنا عندنا العادات، انا احاكيك احنا منطقه شعبيه تختلف عن الكرخ، احنا رصاف. زين. اليوم اكو اشياء موجوده واكو اشياء بردت. هسه اليوم الجار موجود، الاماسي الرمضانيه، اماسي المحيبس، اماسي القعدات الحلوه السالفه القبله، او مثل وعرج على كلام الاخ من قال الدراما، اليوم الدراما موجوده وبكثره. اليوم واحد من يقعد يباوع على الدراما، يقلب على المسلسلات، يشوف قدرنا ناخذ ماخذ المسلسلات العربيه والخليجيه. نوعا ما قدرنا نوازيها. اليوم تفرح من نشوف منصات التواصل، نشوف مثلا مسلسلات سين وصاد وهاء وكاف، اليوم من نشوفها نشوفها قريبات على المسلسلات الخليجيه ومسلسلات صاعدات ترند بغير منصات عالميه. كلش تفرح. زين. فاليوم نطمح بالافضل. احنا لحد هسه قد قدمنا خطوه، بس الخطوه ما تفيد، لازم الخطوه خطوتين، اريد نثبت قدم. اكيد اكيد. نسمع شيء؟ كيف؟ يلا. عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. إن تكن شعبت الذوائب مني، فالليالي تزينها الأقمار. يلا دموع بيوم فقد الولف، يلا وردت عن يمرها النوم يا غاتي. الله الله. أقدر أسمع جواب من عندك؟ أنت كاتب أيضا تكتب شعر، أقدر أسمع جواب؟ أنا أسمع. يلا. اليوم شعر، بس أنا آسف يعني. يلا لا نسمع. اليوم يقول مي وجهها، أنا طبعا هاي القصيدة أنا أحبها لأن لوالدتي. يقول مي وجهها الوضو مال الشواطي، والتدوسه يشاف المعلعل سقيم، ما تعوذ حتى على الشيطان خافت. يجوز عند اطفال زوجه شلون اقل له الرجيم. الله. موسى حاكوا يلا مره ونال مرتبه الكليم. امك اليوميه تحكي، رب حفظه
رب رزقه، يعني ذا وسع خيالي هي لله صح وقديم. الله الله. عموري بدايتك بالغناء شلون عرفت انت؟ هم من تسبح من تغسل من شنو تقول انا عندي صوت حلو، شلون بديت؟ كل واحد عنده بدايه حلوه. كل واحد اكتشف صوته يعني بمكان مختلف ما حد يتوقعه. يعني هاي من زمان كلش، يعني انا كنت يعني شويه وكح بالمنطقه. زين. فاحنا يوم شارع حيفا كانت منطقه اسمها رحمانيه الجعفر. فكانوا جهه المنطقه اذا انا اسوي الم الجهال كلهم ويجون، واللي ما يجي اكتله. فلازم يغصون مع علي يجي، هاي لحد ما اصدقائي هم يذكروها. زين. فلازم يجون يعني يقعدون، انا من يسمعوني يعني راح اغني. زين. فكانت اكو قبل هسه كانت اكو قبل، هاي شايف هاي مال لبن، هاي استطلات الحمر. فبيها صدى، فاني ما اعرف يعني هيك اريد انه ابين صوتي قوي، فاني اخليها براسي وهم يقعدون بطلع يضحكون يعني واكو بعدين. فهي شوف كل شخص يعني تبدي من الطفوله عند هذا الموضوع. اما على الصعيد الاكاديمي بعد 2013 دخلت المعهد الدراسات الموسيقيه، هذا المكان المهم، هذا المكان اللي خرج اسماء كبيره، استاذ نصر شمه، كاظم السهر، كل هذه الاسماء. فبهذا المكان هو اللي بدات تصير عندي بدات الرؤيه الفنيه توضح يعني عندي. زين. حلو. ممكن مغادره برامج مثل البرنامج اللي حضرتك اشتركت به اللي هو عراق ايدول؟ طبعا تحيه لكل القائمين على هذا، اكيد طبعا تحيه هذا العمل العربي الكبير. ممكن هواي اشخاص بعد ما يغادرون يقل العطاء، او البعض يعتزون يلا انا ما نجحت خلاص ما اعرف شنو احباط. ممكن تعتزل لو ما وصلت الى مرحله متقدمه يعني؟ يعني كان ممكن تفكر بالاعتزال انت؟ لا ابدا، يعني شوف اني يعني الموضوع مو هيك، يعني كل شخص يعني هذه يمكن اني هذا الحكي قاله حتى الاصدقاء، يعني لحد البارحه كنا انا واصدقائي طيف حسين تحياتي لهم طبعا كنا موجودين، دائما انا اردد هذا الكلام، دائما اقول لهم هي الفكره مو هسه، احنا هذا الجيل هسه بدينا نطلع للساحه الفنيه من هذا الوقت لخمس سنوات، من اللي راح يقدم اكثر؟ من اللي راح يكون مميز بالاشياء اللي يقدمها؟ من اللي راح يدرس الاشياء اللي يقدمها ويقدمها بشكل اوضح للعالم، بشكل اصدق واقرب للعالم؟ هو اللي راح يعيش. ما ممكن يعني برامج، يعني انا اتذكر قدموا 1700 واحد، اعداد خياليه يعني. اني سمعت عدد كلش كبير، ولا واحد من اللي سمعتهم ما يغني حلو. شنو هذا البلد؟ كلهم يغنون حلو ما شاء الله، كلهم يغنون صح. فانت احنا سافرنا لبيروت تقريبا 65 واحد، جو من الجاليه العراقيه 10، زين كملنا فد 80 شخص، زين هذول ال 80 هم اختاروهم كلهم عينه. يعني اكو اصوات طلعت من البرنامج كانوا يستحقون يوصلون للبرنامج، بس انه اكو اصوات قويه يعني، فهو هم ماكو يعني يختارون الانسب لهم. فاحنا من صعدنا كعالم ما طلعت للشاشه بشكل صح. فانت هل من المعقول كل هذه الاصوات راح تكون نجوم بالمستقبل؟ أكيد. طبيعي لا. طب فهو من اللي راح يجتهد اكثر بالسنوات القادمه هو اللي راح يكون فعلا نجم. كانت اكو واسطات بهذه المسابقات احنا نسمع اليوم أبداً. على المشتركين هذا عنده واسطه، هذا عنده علاقه بفلان فنان، ممكن ياثر على لجنه تحكيم عراق ايدل او هاي التفاصيل. ابدا، يعني شوف انا راح اقول يمكن شيء تجربه تجنن هي بحياتي، بس يمكن لو يرجع الوقت بيها ما اعيدها. ها؟ ندمان؟ اي ولا؟ ما رعد ندمان على مشاركته بعراق ايدل؟ هذا تصريح انا رد اسمع اليوم. ندمان هو ندمان، هو مو ندمان. شوف يعني انا بدي اقول لك تجربه تجنن بحياتي. اي بس انت قلت لو يرجع بيا الزمن انا ما اشارك. لا مو هي مو بهال شو اسمه، بس يمكن اعيد حساباتي اكثر. يمكن اعيد حساباتي اكثر. لانه اكو اشياء سرعت مو اني والله محيطين لا اكتشفت اشياء من رحت يعني اي يعني فانا ما رحت هواي بهالموضوع على مدى يصير لغط هواي بهذا الموضوع زي. بس اني يعني شوف اقولهم للشباب حتى اللي كانوا ويانا، مثل ما انت تنزل اغنيه تنزل ميني البوم، هسه انا عندي ميني البوم راح اطرحه يعني بعد رمضان. هذا الميني البوم اكو اعمال انا احسها هي الرقم واحد، اللي انا متاكد اللي راح يوصل للعالم مو اللي انا حابه، لانه انا اقيس غير مقاييس. فالبرنامج انا اعتبرته كانه مثل اغنيه
قدمتها ونالت نجاح وشكرا جزيلا. وكنت رائع جدا حقيقه. شكرا جزيلا. يعني حسين مخرج ومؤلف، الجمع بين صفتين وعملين ممكن ياثر على العطاء او ممكن لا. هنا تجي لعبه العراب، شلون يلعبها صح؟ شلون تكتكتها بين الاخراج وبين التاليف؟ اليوم محمد كل انسان بداخله فنان وبداخله فكره معينه. يعني هي من علاقه وجوديه، اي انسان بداخله فنان لازم يريد يسوي، يا اما يطلع نجار يا اما يطلع شيء، اكو افكار ببالك خزينه بالعقل الباطن. يعني من اجت ببالي مال التاليف وبالي هواي اكو افكار مولوده الافكار، فمن تجي لازم تتبروز ولازم تتخلى على ورقه اليوم، فلازم لها اسس. اليوم واحد شلون هسه الشاعر عنده موهبه بس يفتقر للاوزان، يفتقر للقافيه، يفتقر للالقاء. اليوم صحيح انه متعبات اثنيناتهم والعمل شاق، يعني في اثنين شلون هسه مثلا حضرتك مقدم، واذا مقدم ومعد صار اثنيناتهم اجهاد عليك، فان اجهاد. بس اليوم محمد المتعه من يصير شلون العمل اذا بيتعب يصير من متعه، شلون القول من يقول ربكم يحب الدعاء اذا كان باكيا. اليوم التعب حلو وشوف ثمرته. اليوم مثلا انا اليوم كمؤلف كسيناريست مسرحي، اليوم من اشوف السيناريو محمد، من يجيني السيناريو اشوف بيركه. يعني وجوز النرجسيه، كل مؤلف عنده نرجسيه عاليه. اليوم الحرف من تقول له هذا الحرف مو بمحله ما يستجوب وياك، يقول لك مو محله شيء. ولحد الان هواي اكو نصوص حلوه، هواي عندنا طاقات كلش هواي. يعني هسه عمر سولف قال بالعراق ايدول جو 1700، هساني ثوره عندنا مال الكتاب، ثوره كتاب شبابيه فول. بس محمد من تباوع اغلبها نتباوع عليهم يا اما اقتباسات يا اما شيء، ماكو فن الابتكار. طيب ايه؟ سؤال هنا يطرح نفسه. طبعا اكو وايد اتهامات عليك. اكو اتهامات انا لازم اجيها بالتسلسل. اوكي، يقال انه حسين فيفا متهم بالانحياز لشباب قضاء الحسينيه او منطقه الحسينيه. ليش ما تحتوي باقي الشباب خارج هذا المنطقه؟ ليش فقط منطقتك؟ اولا محمد اليوم شباب منطقتي، اليوم منطقتي مظلومه اعلاميا الى ابعد الحدود، وبيها طاقات، بيها قنابل نوويه من الطاقات. يعني عندنا شعراء، عندنا كتاب، عندنا ممثلين، عندنا قاصين، عندنا يعني هواي. بس اليوم منطق ما مسلط عليها الاعلام. اليوم انا عندنا جروب بالحسين، بس انا مشتغل خارج، هواي عندي بالخارج خارج مدينتي. فهذا الشيء لا، اليوم اذا مدينتي، اليوم اكو تلوين، اذا مدينتي واجيب بها تطعيم من الخارج تصير ديمومه بالعمل، والديمومه تصير متعه فاكهه. اليوم الفاكهه كل مذاق يختلف عن المذاق الاخر. طبعا من طبعًا. هذا الباب استاذ احسان، لكن تسمعني؟ الضيف صار جاهز؟ تمام. تتذكر اول اغنيه غنيتها على مسرح عراق ايدل؟ اكيد. شنو هي كانت؟ خايف عليها للراحل الكبير ناظم الغزالي. ممكن نسمعها؟ اي ممكن. يلا. خايف عليها اتلفن بيها، الله شامه ودقه بالحنج لو تنباع من يشتريها، انشامه ودقه بالحنج لو تنباع كنت اشتريها، حلو حلو بوجنته شامه عليه الليل ما نامه، ترف بيك الخلق هامه عليك الليل ما نامه. من اللي اختار لك هاي الاغنيه؟ الاغنيه الاولى انا اختارتها بس. والثانيه؟ تحياتنا الى علي بدر. هو اختار لي اياها. صراحه يكون ضيفنا بالحلقات الجايه ان شاء الله. كنت محب الاغنيه ومسامح الاغنيه، وتغيرت الاغنيه مرتين، بس هو كان له رؤيه وانا احترمت جدا رؤيته، وتغنت بشكل كلش حلو. وظفكم صح علي بدر؟ علي بدر له خبره كبيره ودارس وفاهم اللي يسويه. يعني من الاقرب بلجنه التحكيم كان لك؟ حاتم العراقي لو رحمه رياض لو سيف نبيل؟ احنا كلهم تحياتنا لهم. الاقرب لي عمر، يعني حتى لحد هاي اللحظه عندك تواصل وياهم؟ يعني شوف
ما هم كلهم تحياتنا لهم يعني. شوف يمكن فرق العمر يعني فرق العمر بينه وبين استاذ حاتم يعني انا دائما اقول لهم اكو موجه انتقادات كلش كبيره على اللجنه بس ما اعرف ليش بهالشكل احنا نقابل العالم الناجحين عندنا. يعني انا سيف رغم اني دارس موسيقى، خريج محد دراسات موسيقيه، خريج جامعه بغداد قسم موسيقى، كل هذه الاشياء، بس اتمنى اصير مثل سيف بتسويق نفسه. تمام. رحمه تجنن، استاذ حاتم تاريخ، كل واحد له لون معين. فعلى سؤالك يمكن رحمه وبعدين سيف. حلو، تحياتنا يا رحمه. وهذا للكل يعني تحياتنا لهم لانه العمر. شنو الفرق بين محبين الموسيقى وبين تجارها؟ فرق كبير. فرق كبير. فرق تندمجون ويا هيك مجتمع وبيه يعني هكذا. شوف اكو فرق بين انه اني يعني ادفع مبلغ معين على مود اسعد سعري بمكان معين، واكو فرق بين اني اتعب على مود اسوي محتوى يعيش اكثر مما اني راح اعيش. تمام. حسوني اليوم بدنا نشوف اكو اهمال لفئه جدا كبيره بالمجتمع العراقي اللي هم هواة التمثيل. صح. فبالتالي اتجهوا الى عالم السوشيال ميديا وابدعوا، واللي منهم ضيفنا اللي راح يكون بالجزء الثاني اللي هو مرتضى محمد. مرتضى واحد من الشباب اللي اشتغل على نفسه صح، اوكي، وما شباب اخرين طبعا بداوا يعملون سكتشات، بداوا يعملون مقاطع فيديو ناجحه، فبالتالي حققوا انتشار اكثر من هواي شباب ممكن مشتركين باعمال مهمه. فمن يحتوي هذه الطاقات ومن ضمنهم ضيفنا اليوم محمد؟ اليوم الاحتواء، الاحتواء بمجتمعنا صار ما اقول لك منعدم، اقول لك ضئيل من هذا الباب، مهذب، هذا الوصف اكثر مهذب. فاليوم من اقول لك الاحتواء اليوم الجهه المعنيه مثلا هسه احنا كمسرح، اليوم المسرح اذا تريد تاخذ مسرح او تتمرن على مسرح او شيء اكيد راح تواجهك صعوبات، الهاوي راح يواجه صعوبات اكثر الاكاديمي في الف همو، لا في اثنين ولا في ثلاثة ولا في أربعة. اليوم أكو تركيز على الهواة. اليوم من ترجع عادل إمام هاوي مو أكاديمي، عادل إمام خريج زراعة، منازكة بذاكر مضارفة اللي شت العالم بلعبة نيوتن، خرجت إعلام. تمام. زين اليوم بس بمجتمعنا اليوم هسه منصات التواصل، اليوم الفن الهادف يوصل محمد، بس اليوم منصات التواصل كلش أسرع. اليوم هسه المنتجي كم موبايل متصفح كل سريع، بس اليوم الاحتواء اليوم انا انصحهم الشباب هم اكيد بعمر هاي انصحهم اليوم الشغله الهادف يعيش محمد، مو وقتي، الوقتي يفشل. طب المسرح ابتعد عن الجمهور ده، الجمهور ابتعد عن المسرح، اريد اختصار. الجمهور ابتعد عن المسرح، مسرح الجمهور موجود. اي المسرح، بس احنا موجود. قبل فتره شفناك في مسرحيه الميزان المكسور اكو تعطش عند الجمهور يعني. صح. كانت المدرجات مليانه. اليوم محمد الجمهور ابتعد. ليش الجمهور ابتعد؟ اليوم مثلا الجمهور اليوم اكو مسرحيه بفلان مكان، اليوم انا اجي اشوف مسرحيه بفلان مكان، لو ابو علي يوتيوب القى المسرحيه ابو علي جي. او اشوف من هذا الباب التكنولوجيا يا اما صح يا اما تنسى. شنو رايك بحمزه المحمداوي اليوم مثلا؟ يجنن. واحد من الشباب اللي تعلقوا بالفتره الاخيره. يجنن حمزه. يجنن. اي يعني احنا عندنا اصوات كلش حلوه دا تطلع، دا تغني صح، دا تشتغل صح، دا تمشي بخطوات صح. اسمع شيء من اغنيته دمار. ارجع شويه ارد اشتكي لك على الحصه البيه، عايش بدونك حاله نوعيه، الدنيا حلوه وادري بيها اني من راحت شو خربت الدنيا، دمار دنيا من دونك حبيبي دمار. طبعا تحياتنا لحمزه. تحياتنا لحمزه. انا زعلان من عنده، اوكي، اربع مرات يمكن اوجه له دعوه ويطلع بلا شغل، فما اعرف الخامس يعني مرات اعذر مرات لو انا لو هو بالاخير. اكيد نرحب بجاهز استاذ حسان ندخل ضيفنا. تمام. يتفضل ضيفنا احصل نوع المحتوى الايجابيين واللي حققوا ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا مرتضى محمد. رمضان كريم يا حبيبي، اهلا وسهلا بك. شلونك حبيبي؟ شلونك زين. اهلا وسهلا، تفضل. لما تدخل باي بيت لازم واحد يضيفه صحيح؟ اي ليش لا؟ فان لازم اضيفكم. ايش شكرا.
والله عليك معذب. يا حبيبي تسلم ايدك يا حبيبي. حلوة أطباعنا العراقيين، يمكن أنا هو سافرت وأنت أيضا والشباب، أكو أشياء ما موجودة بباقي العالم، كرم العراقيين. إي طبعا العراقيين كلش أهل كرم كلش. وأني برنامجي الأخير يعني أنت تعرف هو كان 18 حلقة، كل حلقة بمحافظة زين. فكل ما أرجع لبغداد أقول لهم المحافظة الفلانية ماكو بعد كرمها كرم، اروح المحافظه اللي بعدها فضيعين. هذا البلد ايش قد انه هم اهل كرم وايش قد يحبون يخدمون العالم اللي يجوهم. بالضبط. شلون جت فكره هذا البرنامج عمار؟ والله كان عندي، قلت لك عندي ميني البوم دا اصوره ورا ما رجعت من بيروت، فعندي المفروض تصوير اغاني، فسجلتهم كاميرتين المفروض اروح اسجل. فكلش كنت مصر انه كل اغنيه اصورها بمحافظه. جيد. فاحنا رحنا الشباب وياي بالشركه، فطلعنا فكره انه نصور الاغاني، وصورنا الاغاني وصورنا برومو. حلو. والبرومو واحد من الشباب اللي هو ابو العلاقات بالشركه وياه، فشوف احد القنوات الفضائيه قالوا خلص نريده، ونريد عمر شو اسمه. فانا رافض فكره ارجع للاعلام يعني، واعتقد هاي اخر تجربه لي. ليش؟ نجحت والله اعرف، وتجربتي الاولى كلش نجحت يعني، الف ليله وليله انا وانغام القرغولي تحياتي لها طبعا. الف تحيه. كانت تجربه كلش حلوه، بس انا ويا 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 اللي يبقى باختصاصه اللي يعني انت تريد تبقى فنان فقط يعني، المطرب يبقى مطرب والممثل يبقى ممثل والاعلام يبقى اعلامي. نجحت مو يعني مع التخصص امانه، انا مع التخصص لكن انت يعني نجحت. اي بس انا اثر عليه لانه يعني اصحاب القناه هم اصدقائي، فصار تاثير علي. وجت فتره انا يعني كان عندي عقد بالبحرين فلغى العقد، فانا قلت موجود ببغداد وانا عندي فضول انه اشوف محافظات العراق. حلو. فهسه تقريبا شفت كل المحافظات، تحققت واحده من امنياتي، وشكرا للاعلام يعني اعتقد واحد تجربه ناجحه بحياتك. شكرا. مرتضى محمد نورتنا، ورمضان كريم اكيد. مرتضى شنو اليوم قيمه الملايين المشاهدات امام ناس يدعون بصناعه المحتوى؟ شنو قيمتها؟ يدعون، واضح السؤال، يدعون يعني محتوى غير هادف وبالتالي باساءه للمجتمع، لكن هو لما يشوف الملايين يقول انا صانع محتوى ما بي اي نتيجه. فانتم صناع المحتوى الحقيقي شلون تقيمون هكذا محتوى؟ اشوفه محتوى عادي ما بي اي نتيجه. واصلا نشوف هذا هيك شيء يعني ما شاله هذا الشيء. ما تشوفه؟ ما اشوف اصلا، لان شنو علق له بالضبط؟ والله شيء ما بي فائده للمجتمع. زين يعني ما علق له. اخر رسالة ضربت إليك بالسوشيال ميديا اللي هو مقطع الفيديو بشارع المتنبي مال يعني ما شاء الله انتشار كان كلش واسع، فهذا كان حقيقي تتفقون؟ هذا مو اتفاق، أنا كل تجاربي مو اتفاق، والله مو اتفاق. أنا لاحظ أكو كم تعليق يعلقون لي يقولوا لي هذا اتفاق وهيك، بس أنا هذا مو متفق عليه. أنا بشارع متنبي شارع عام يعني بهواي ناس اتفقوا، يا واحد اثنين ثلاثة صعب اتفق. انا بس مجرد انظم الفكره واحضرها وهاي واروح اتجه شارع المتنبي. عندي صديق هناك ينظم لي مالتي هاي القطعه، اروح هناك بس مجرد اصور، اللي هم يساعدوني بالعمل. احب اذكر اسمائهم وانا مفتخر لان هم اللي ينطوني طاقه مستحى مالتي قتلته بسبب هم، اللي هو عبودي، هم ابن عمي عبودي ومصطفى ولي صديقي. زين شلون تشوف ردة فعل الناس؟ يعني انت اليوم بتشوف هاي المشاهدات الحلوه اللي تجيك وهذه الملايين الحلوه، هي احلى شيء. شنو اضافتها لكم؟ مسؤوليه. احلى شيء بالتصوير من اشوف ردة فعلهم كلش حلوه، من يحضني يعني حظنا صدق يعني مال واحد عراقي. والله بها ملوحه. اي والله يعني من يجيني طفل يعني من يحضني صدق يعني يحضني بلطافه. تمام. فيديو يعني فيديو لا متفق عليه ولا هاي لا ابد. تمام. فيفا اكثر عمل حسيت روحك انت اجاديت هذا النجاح وهذا عمل لا يكرر ابدا، او ممكن ان يعاد اذا كانت اشياء متوفره اكثر من ناحيه الماده، الديكور، تفاصيل مسرح؟
اليوم محمد ان الاعمال على قولة الشعراء يقول لك الاعمال كلهن بناتي وماكو بنيه عزم لبنيه بس اكو معزه للصغير اللي هي اني العمل المفتخر بي وين ما اروح والعالم جاي تقول هويتي فجر القرابين فجر القرابين عرض بثلاث اماكن وفجر القرابين لان انولد من رحم معاناه مثلا من شخص وتجسيد الواقع يعني عمل مسرحي ب 18 شخصيه حيه 18 شخصيه واليوم محمد بهذا الوضع المريب وتختار 18 شخصيه حيل متعب والمسرح اختلاف عن زين لايف مباشر اليوم الرساله كلش حلوه من تحس بنجاحها وهي مستمره حلو لحد الان اذا لها اصداء فجر القرابين واللوحه تمام عموري اكثر شاعر تحب تتعامل وياه والله كلهم اكثر شاعر تعاملت وياه والله كلهم احبهم يا واحد لازم اخذ واحد صديق إيه. يعني مو كلهم هسه انا اخر عمل نزل لي المهند العزاوي تحياتنا له تحيه لمهند كلهم يعني كلهم اصدقائي كلهم احب اتعامل وياهم شوف انا ما اتعامل ويا شاعر يعني الفيلم ما بي انت صديقي والتفاصيل وهيك لا بي انت اذا تكتب لي نص حلو انا راح اخذه من عندك انت اذا تعطيني لحن يعني اخر فتره همام اعطاني ثلاث نصوص انا ضد فكره انه انا اخذ ثلاث اعمال من ملحن واحد يعني لازم اكو رؤيه يعني بالضبط. انا اخذت ثلاثه من وحده ورا الاخ من عنده يعني هسه بالميني البوم تقريبا نصه له فاني ما اخذها من عنده لانه انطاني عمل صح فالمكس يا معالي اسماعيل مع العلم لازم انوع بهالتفاصيل بس انا خليته لانه انا مؤمن به يعني انا عاجبني المود هسه يكون يمه يعني فاتعامل وياه كانه هو حرفيته بالمكان شنو ينقص الاغاني اليوم اللحن لو النص شخصية الفنان لازم تكون موجودة لازم يختار من احنا من نسمع يعني هسه انت تسمع تجي تشغل اشغل لك 10 اغاني ممكن نسمع شيء بوجود مرتضى ايه طبعا لازم انا اسمع شيء مرتضى شرفنا فيك حبيبي اليوم من الصبح انا قاعد وافكر بيه وانا ابتليت بعشق وادعى الله ميبي ليك وهم مثلي تصحى الصبح ما تعرف انت شبيك متورط بهالعشق من راسك لرجليك اعترف كل كذب لو قلت انا ناسيك يا ويل يا ويل الله عمو صوت رائع انت صوت رائع صوتك انت شابة رائعة جدا حقيقة والله شكرا جزيلا مرتضى شلون كان دخولك للسوشيال ميديا تتذكر البداية الاولى اللي هي خليتك تكمل شلون كان دخولي يعني اول ما توفى والدي الله يرحمه وتركت الدراسة فيس قاعد بينه وبين نفسه نزلت مقطع هيك قصير بالسناب فالناس حبته فبقوا يدزون لي مرتضى نزل ما تقدر تعوفهم لازم تستمر وياهم فبقيت استمر هيك فيديوهات عاديه يعني تركت الدراسه لاجل وفاه والدك يعني اي ظروف كانت كانت ظروف ظروف العائله ظروف العائله لانه احنا طلعنا واحد نبيت اجار فصارت ظروف وتركت الدراسه ما فكرت ترجع فتوجهت للشغل يعني اعتمدت على نفسك اعتمدنا على نفسنا والحمد لله والشكر اخذت مكان الوالد داخل العائله اخوي اللي اكبر مني اخذ مكان الوالد يعني لا شيء يعني انا الوسطاني انتم ثلاثه احنا اربع ولد انا الوسطاني اكو بعد اصغر مني واخويا جاوب الله يحفظه الله يحفظه منو اجمل ثنائي اليوم موجود بالسوشيال ميديا اجمل ثنائي جنيد وعن نفسي كامرتك حتى لو هو صديقي بس احب احكي صراحه انا منو اجمل ثنائي جنيد وعن نفسي اجمل ثنائي منو جنيد وعن نفسي جنيد وعن نفسي ايش معنى اختار جنيد وعن نفسي لانه اشوفه هو جاي يعلم الناس عن الزواج وال شلون يحترم الحب بحياه مرتضى غلطه تجربه ندامة وراها راح اسمع شيء من عمر ندامة علي ندامة عمر انت اسأله هذا السؤال وتجاوبه هو راح يجاوبك وانت جاوبه باغنيه اوكي يلا يلا جا
شنو ايش قلت له؟ الحب؟ الحب غلطه لو ندامه لو تجربه. هي بنفس الوقت تجربه. لا خلي انا اسالك اياها. مرتضى تعتقد الحب هو تجربه لو ندامه لو شنو الثالثه؟ غلطه. لا انا بالنسبه لي ندامه لان انا حبيت وتندمت. ندمت؟ ندمان قلبي عشوك على غرامي، قلت لك احبك للموت اسحب كلامي، قلت لك احبك للموت اسحب كلامي. الى هنا وتنتهي عشرتكم والمو حلوه، ما رد بعد ابد ابد، كل من طلع ما يسوى، والعافني هو الخسار فضل علي سوى، والفوق فوق يظل ترى، والجو يبقى جو. هم راحوا جو بعد غضبان. والله اذا باقي شويه يمكن راح يتوفى. ويد باتشيني. حسين فيفا، ممكن يصير تعاون بينك وبين صانع محتوى رائع جدا، وانت مخرج ومؤلف، وبالتالي تنتجون اعمال بعد افضل. ممكن رؤيتك، رؤيه مرتضى، الجروب اللي وياه، تقدمون عمل. محمد كلش عادي، وانا بالعكس انا اليوم يعني اشكرك، عرفتني بهيك شخص حبيبي الامانه. يعني المشاهير السوشيال ميديا هاي يعني عده تعامل وياهم، وانت حضرت تكتور. انا عادي شو كنت ما يحب، كلش عاد انا موجود هو موجود، والحلو هذا المكس راح يصير. المكس اليوم اكو شغلات يجوز هو يعرفها بالوسائل التواصل، انا قله معرفتي بيها. يجوز شغلات بالمسرح، الوقوف على المسرح، الثبات، يجوز هو يجهل، واحد يكمل الثاني كلش عاد. هذا لا ضير عليه، هذا شيء حلو. عمر اللي يغني لازم اكو حب عايش بداخله حتى يغني. لازم اكون حب بداخله. انت تسمع الحب؟ حتى يكمل. وحده بوحده. انا ما لي علاقه زين. انا راح اسالك سؤال وراح تجاوبني انت باجابه قصيره وباغنيه. السؤال يقول: ماذا لو عاد معتذرا؟ بعيوني خلي. بعيونك؟ يعني منتظر. لانه هو صار هذا الموضوع، يعني شوف ما نقدر بدون الحب، يعني هذا نقطة راس سطر يعني. اي ما نقدر. هاي كامرتك انا اكو فكرة هي اللي يعني مسويها. المال اول حب. المال اول حب هي فكرة على الندامة مالتي اللي مريت بالعلاقة سابقا وتركت، فسويت هاي الفكرة. ممكن الحب من شرب المال؟ هو انا الشخص اللي كنت وياه. اشتراك بالمال؟ لا. تفضل المال عني اذا راح غيرك. بالضبط. فاني سويت هاي الفكره طبق على هذا الشيء. كنت قاعد بيني وبين نفسي فشغل موسيقى وهاي، فاجتني الفكره قبل راس صوره. الحب ضاع منك لو انت ضيعته؟ انا كنت يعني حب بطريقه صحيحه، بس هو فضل المال عن اختيارك خاطئ لو الحظ ما ضرب وياك. هي ندامه، انت مثل ما قلت قبل شوي. ايه فحبينا بعض وبعدين صدمني. طيب شلون تحكم على هاي تجربه الحب؟ ممكن تنعاد؟ ممكن اكو حب جديد؟ اكو حب جديد اصلا. حاليا اكو حب. من الافضل؟ الافضل هذا طبعا. مو خاف هم يطلع مثل الاول؟ لا ابد. هذا اصلا عوضني عن اللي راح. عوضك؟ بالضبط. تمام. فيفا والحب. اخذت عن حب؟ نوعا ما لا ما هو ماكو شيء اسمه نوعا ما. احنا ما جاي ناخذ طماطم هاي مستويه لو لا. اي اخذت عن حب او لا؟ انا زواجي تقليدي، بس يسوى ابو الحب. يسوى ابو الحب؟ يسوى ابو الحب على قولك. اي يسوى ابو الحب. الزوجه سند اليوم؟ الزوجه الصالحه. الزوجه سند. واليوم الزوجه مو سند، الزوجه سند تحتاج سند. اليوم اللوحة، المسند، أي شيء يحتاج ركيستين. بس مثلا عندنا قادم يقول جدر يحتاج ثلاثة، لا ركيستين. أنت مخرج مسرحي. إيه. أوكي. وتتعامل ويا أكيد ويا ممثلات. إيه. وتتعاون. شلون تتعامل ويا غيرة المرأة؟ لا زوجتي طبعا تحياتنا إلها.
طبعا تحياتي قريبه. لا جدا انسانه واعيه ومتفهمه، يعني تعرف شغل شنو. وهي يعني هي الدافع المعنوي الي، هي ووالدي وامي. يعني خاف انت لازم تجمع انت من سالته ايش قال لك؟ قلت له عن حب، قال لك يعني بعدين مو تقاطعت اتذكر، قال لك يسوى الحب. انا لازم اذكر والدي والدتي زين. يعني ذكرت والدي وما ذكرت ما ذكرت والدي. انا من متزوج احتمال امه ما تخليني ابات فراشه. لا تبات يمي. انا طبعا تحياتي لوالدتي، هي الداعم الاساسي لي اكيد، هي واخواني. اها راح نجي على دور الوالد. اقدر اسمع شيل الام اللي حكينا بالام. الام اكو مره والدتي صار شوي صارت بوعكه صحيه، ف انا رحت فكتبت هيك فشي يعني من يمي، يعني حتى ما بالاعلام ما موجود، يعني نزلته فتره ومسحته لانه يعني حسيته بيخربط او هيك. بس انا يوصف مشاعري فيقول يقول سلام الله على امي، على امي سلام الله، على امي سلام الله. انا ما اقدر اكمل اوفا بس حلو. اي والله والدتي شويه يعني والدتي هم تحياتنا لها، شويه صحتها مو زينه. صحه وعافيه. الله يحفظها في جميع الامهات. الله يحفظها لنا يعني. الله يحفظ امهاتنا جميعا، لان احنا بدون الام ما نسوى ان شاء الله. بالضبط. الاعتذار شجاعه لو ضعف شخصيه. الاعتذار؟ ضعف هذا. ضعف شخصية؟ ايه. الاعتذار. الاعتذار؟ الاعتذار. لا الاعتذار حلو. أنا ما افتهم سؤالك بالضبط. إذن ماذا لو عاد معتذرا؟ أكيد. ذلك الحب الأولي. أكيد استقبله. ها والحب هذا النساك لا لا مو هو هذاك 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 حب يعني هم حب يعني بس أول ذاك الأول. زين. احنا اكو عندنا مثل يعني اكو عندنا مثل الحب الأول الحب الأول. يعني هو الحب الأول إذا أجى ومعتذر انا استقبله طبعا، لان هذا الحب الاول. زين. وايد عليك. منو مريم؟ منو مريم؟ مريم؟ يا مريم مريم قول له منو مريم؟ ايش دراك بهذا الاسم؟ شلون ما اعرف، اجتني رسائل كلش هواي على السوشيال ميديا وامانه انا ما اعرفها منو. هاي سند لي، هي مساعدتنا بهواي شغلات. الحبيبه؟ ها؟ الحبيبة؟ أنا قلت لك قبل شوي ذكرت إنه أكو حب يعني. بس. فإذا هي. ها؟ فإذا هي. إيه تقول لي. الله يديمك. يعني ما تظهر. الاسم ينجب. يعني شو قصة حب؟ ممكن تظهر للسوشيال ميديا؟ لا ما تظهر. المهم وراء مش شابه. لا ما تظهر. هذا السر. زين. أقرب شخص إليك من المشاهير منه؟ أقرب شخص لي؟ اللي هو بات يمه ودائما يماني جنين. ها انت من جنيد، انت من اتجاه جنيد. اقرب شخص هو الي. فرحت لما رجع الحساب؟ بالضبط فرحت، وكنت انا ولا الناس اللي يعني. وانا من يمي فرحت بصراحه. انا يمك غيرت حالتي النفسيه ووضعها. سوينا له حفله حلو. صديق خوش صديق جنيد. شنو توجه رساله لجنيد؟ الله يوفقه ان شاء الله بحياته. هاي كامرتك. الله يوفقه ان شاء الله بحياته، لان هو قطع فتره خطيه وش اسمه تعبت نفسيته كلش. فالحمد لله تغيرت. الحمد لله والشكر رجع حسابه. تغيرت الحياة. ممكن انه تتعاون ويا مخرج مسرحي لكن هو ما عنده تجربة في عالم الكليب؟ ممكن ليش لا؟ الفكرة هي الفكرة تحكم يعني. الفكرة يعني انا قبل شوية من قلت ممكن المشاهير يتجهون لهذا الموضوع. يعني هواية من نسافر نشوف موضوع احنا عندنا ضعف بهذا الموضوع ينعزلون. يعني من يجون للاختصاص كلش تنخدمون اكثر، كلش تتوظف فكرتهم بشكل صحيح. فاذا جاب لي اي فكره حلوه ان نتعامل بنص ليش لا؟ اكثر فنان تحب تغني له تحسه هو هذا يمثلك اليوم من هذا الجيل على الاقل الثمانينات وفوق؟ عندنا هواي اسماء، عندنا هواي اسماء يعني البرنس ماجد المهندس تحياتنا له يعني. بين يديه؟ ايه بين يدي مو غلط كلهن. بين يدي واحس انك بعيد فعلا؟ بين يديك وتحسه هو بعيد؟ لا بين يدي هو كلش قريب. كلش قريب طبعا. نسمع الان. بين يدي احس انك بعيد
ذوب حضان هاي المرتضى مريم مثل القطع الجليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حاجز احلى طعم الحب اكيد. الله عمت فضحنا والله فضحنا. هو يحكي باسم فضايح هو يقول لها سر وسر ايش بقى سر سر كاميرا بندي تسرك بكوفي. ممكن الخساره تعلمنا درس صح رغم هي خساره القاطع مو يقول خسرنا اول خساره وقلنا تتعوض جايك خسرنا اول خساره وقلنا تتعوض زين خسرنا الثانيه وقلنا العتب على الحظ خسرنا الثالثه وقلنا السكوت افرض خسارة. محمد اليوم الخسارة أنا أكبر خسارة في حياتي خسرت هواي أصدقاء أنا خسرت صديق بس أصدقاء محمد قاعد فرس بس أصدقاء خسران أنا لحد الآن بس خسران بس أصدقاء اليوم الصديق مشكلة محمد اليوم الصديق بالصديق تلقاه الحبيب تلقاه الأخ تلقاه السنة تلقاه الظهر تلقاه الوقفة بفترة وضحاها من شخص يشوفك متقدم خطوة تندم ما تلقاه هذا الشخص اليوم من على من انت ويا بكل شغله بحذافيرها ويا الالو شلون شنو ما بس من يشوف تتقدم خطوه يعني انا اعرف اصدقاء تحياتنا لهم بعرس ما اجوا اي طب متندم يعني محمد اريد على قولة المصري اريد باستيك امسح هاي الايام تشيل ثاني يوم بس ما تنمسح ما جاي شان تمام مرتضى 2005 حقبه سوداء 2005 بالضبط 2005 وفاة والدي. تعدم هاي السنة من حياتك؟ هو أنا 2005 عندي تاريخ كلش حزين. يعني أنا كنت صغير ومات والدي. تتذكر التفاصيل بالضبط؟ أتذكر. شنو اللي افتقدته بعد وفاة الوالد؟ شنو اللي تحسه لازم يكون اليوم موجود حتى تقدر؟ أتمنى إنه هو موجود يشوفنا أنا وين. أتمنى. كل شخص اتمنى والده وياه لو كان دا يسمعك شنو تحب توجه له رساله وهذه كامرتك لو كان يسمعني اقول له جاي شوفني انت يعني وانا وين وصلت وصح انا تركت مستقبلي والدراسه بس السلام الحمد لله والشكر هي اللي اوجهها مرات اكو رساله توصل لك تغير من مزاجك اوكي اجبر رساله وصلتك ما تنساها غيرت حياتك سعادتك فرحتك أجمل رسالة والله حاليا هواي رسائل هواي يعني معينة بعد في الذاكرة رسالة مو شرط إنه مش شخص مو شرط يعني بواحيك هو مو شرط يعني تكون من شخص معين لا أنا هواي جاتي جينا رسائل من متابعين هم نفسهم يعني احب اقول لهم فتشي الله يحفظهم لي وهم اللي داعم يعني لي هي الرسائل هاي ما توقف مالتهم يوميا قاعد الصبح القى رساله حلوه تمام ممكن نسمع بغدادي 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 نسمع بغدادي ناظم غزالي لا المن والله يا رب وانا اجمل من صوته ومن اغاني الله ترا لا 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 تي بام تا لا 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 فوالله لولا الله فوالله والله ما شرقت شمس وما غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي وما هممت لشرب الماء من ظمأي إلا رأيت خيالا منك في كاسي
وما غممت لقوم نحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. بغداد علينا وياها وياها. مترهم بعيدة غير مقام. يلا هسه اربطها. هسه فصل. فصل لا هي ما هي شوف بالمقامات لازم يعني الانتقالة تكون سليمة يعني انا اشتغل انها وند هي. حتى ننتقل الى فقرة ثانية. تتبغداد علينا واحنا من بغداد، تتبغداد علينا واحنا من بغداد، العب غيرها يا حضرة الاستاذ، غزال الرافديني صيد ما ينصاد، لملمها الشباك وروح يا صياد، لملمها الشباك وروح يا صياد، الحب عاطفه ما هو غصب وعنان، انت بغداد علينا واحنا من بغداد. يوتيوب بعظمته. الله يحفظك ان شاء الله. مرتضى شلونك بالمحابس؟ زين. ها؟ زين تعال اوقف مكاني لعب. تعال اوقف هنا هسه راح تاخذ مكاني. يلا. اوكي اوقف هنا. يلا. اذا عندك شو كنت لاعب محامس اخر مره؟ قبل يومين. ها؟ قبل يومين. المره الجايه. صدق المره الجايه. يلا حسين. تعال خلي يدخل ضيف اخر حتى الفريق يصير ناجح. يلا زازل. يلا يستحي يقول انا راح اقول لك ما كلافه انا ابو عليون. المحبس وين؟ هي حلقه بس يلا قول محبس. المحبس؟ اي حلقه منو؟ ها؟ حلقه منو؟ حلقتي. عافيه عليك. اثنينكم وقعدوا. يرجع رجعني حبيبي. انت يمك المحبس تطلب منه طلب لازم هسه يسوي. دق شنو؟ يا معود لابس استاذ احسان. لا مو لا 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 دقيقه. حلو استاذ احسان العقوبه مالته لازم يسوي شنو؟ فد 10. لا 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 لازم يسوي. سؤال مو مال شنو يعني. انا لابس ترى اسالني سؤال بدال شنو. لا خليه يغني. ها؟ خليه يغني. غني ابد. انت تسوي لبس انت. هذا الشيء اللي سالنا عليه. عندك اختيارين. لا تدق شنو؟ لو تسوي شنو؟ اغاني ابد. غني ما اعرف. شعر؟ استعينوا بصديق هو اللي يغني. احنا عندنا مسار واحد مليون. وقف لي ما تقرا نشيد. شعر هم مو شيء. اسالني سؤال احسن. حبيب قلب سوي لي اشتراك على السريع هنا. محمد يعني تقبلها لابس ستره اسنان. انا ما اقبلها. سترتك حلوه لا تسوي. لا 10 محمد ما يخالف. اوف الاسنان 10 محمد. لا 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 لازم تسويها. انا عاجبني اليوم تسويها. يلا سوي شنو العاد. اسف طبعا. يلا لا سوالف محمد. يلا سويها. يلا سويها ماكو عاد اسمك بطالع. ما يخالف. يلا سويها. يلا 10 اخيدي. يلا 1 2 3 4 شنو؟ ايدي بيتمزق. اتفقت 3 بس انت قوي بالرياضيات. هو سوى 3 عدل. تفضل استري عمر. شنو؟ لازمك بطالع. شلون خطيه؟ شلون فاقو داني؟ فحطت والله. يلا قد انت هم تلعب شنو؟ محمد كرهني. يلا كرهني. يلا ما هو يعني مو والله ما تدري هي ما تدري ايش صاير ما صاير. شو واحد شرب العصير. المحبس وين؟ هي هسه يجي. هسه يجي وكذا هسه راح يجي. هاي ام الساعه طقها راح يجي. هاي؟ والله؟ هاي شنو طقها؟ زازه. يلا. هي عافيه. هو والله شوفني. يوم الحلقة تخوف. خوي شو؟ انا ردت اساعدك. اوكي هاي. ارجع مكانك. لا 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 اقعد مكانك. حبيبي لازم تطلب منه طلب بس تقول له غني. يلا. قبل شوية منو قال هو هو انا دافع عليك. هو دافع قال انا ممكن اغني. لا هو دافع له صحيح. اسئلة سؤال خطيه لانه قال لازم اسئلة. لا انا اسئلة. شنو دري ما يمشي وياي. انا اريد اسم حبيبتك. لا ما اقدر. ماكو مستحيل حفاظا عليها يعني. ها سؤال ثاني. لا سؤال ثاني ولا انا افتخر بها يعني وانه اقولها بكل وقت. محمد انت الاسئله يمك اسئله سؤال. اللوجو شوف اللوجو مال الاغاني مالتي ومختصر بين حرفي وحرفي. كم وحده حبيتها بحياتك؟
يعني بدون كذب خصوصا ايام المراهقه. تاريخي اسود بالموضوع. يلا هو هذه كامرتك. اي وهي تعرف يعني تاريخي مو كامرتي شو عاتبهم انا حبيت تسوي بس حتى استحي باوع الكاميرا شو اقول لهم؟ زين باوع الكاميرا هم يسمعون. كم مره حبيت بحياتك؟ لا ما حبيت كانت هي تجارب. شو اللي يسموها؟ يعني تدري شنو حماده؟ انا احب قبل تسع سنوات. زين. يعني انا ترى عتيق. يعني قبل تسع سنوات يعني عمر صار لي. فاللي قبلهم ما اتذكر يعني واللي اتذكرها كانت تجربه عابره لا اكثر ولا اقل. هسه شنو نقول كم؟ فاشياء يعني هيك على الهامش والله هواي عدي اذا تقدر تعد. يلا. شرد جواب ماسخ خاف اليوم تقفل عليك التليفون وسالك حضر. ما سويت. لا خطيه لا خطيه لا 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 هاي واسطه واسطه. فلت فلته. لا انتظر. اعطيني افضل خمس صناع محتوى تقول دول مستقبل العراق والسوشيال ميديا. افضل هم تيم هم خمسه هم نفسهم بالتيم. من هم؟ تيم العصابه. تيم العصابه بالضبط. دول الافضل. هذول الافضل اللي انا جاي اشوفهم هسه بصناع المحتوى. هم كمان كمونتاج كاداء. هم يعني جاي اشوف ممكن يصير تعاون بينكم وبين باقي التيمات او باقي تندمجون ب خلينا نقول ممكن ليش لا ممكن ليش لا ممكن احنا نفرح ان نشوف شخص يصنع محتوى احسن ما يقدم شيء ما بي اي فائده. شو وقت نشوف حسابك يتوثق على الانستغرام؟ والله مفكر بهذا الشيء بس بعد يراد لي يعني هواي أمور. شنو اللي يراد؟ شنو اللي نقصد؟ يراد لي هواي مقالات يراد لي هواي شغل. اي فانا جاي راجع بهذا الشيء بس سالت هواي ناس قال يراد لك بعد مراسه. تتفق انه كثره الصداقات كثره المشاكل؟ كثره الصداقات هي اتفق كثره المشاكل. جد ما تكون صداقتك قليله انت بالك مرتاح و... انا عندي اصدقاء مميزين انا ما صادقهم. هذا الشيء اللي لو انت كنت القاضي فيفا لو انت كنت القاضي خليك انت بعشرة شناوي والحبيب هو المتهم هل سينتصر الحب ام العداله؟ هسه راح نشوف النزاهه والش اسمه الحب. هي 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 بين القضيه حتى لو كان مذنب. اي السرهود مو يقول اشكو جراحي لقاضيا وقاضي الغرام جريح. سالت الاربع ضيوف الكل قالوا عداله بس انت اول شخص يقول الحب لان اليوم محمد اللي يقول لك العداله هذا من يشوفه بالصدق ما يقول عداله هذا ممارسه مبارك هذا الضوضاء مع العضل لا من توصل الصديق لا الحب عند الحب تعرف كل شيء تمام عموري يعني ما بعصر انا ما بعصر في القضيه مسؤول على الاغاني الهابطه وانتشارها اليوم اللي هي تضرب وتاخذ ترند ومشاهدات ويصير مطربيها مطلوبين بدون ذكر اي اسم طبعا يعني مو قلت لك الفنان نفسه اختياره للش اسمه من يحاسبه لازم اليوم النقابه دور النقابه مهم جدا بس هي شوف النقابه يعني وين 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 تاخذ دورها هي ما تاخذ دورها تجي عليك تقول لك طالما انت تسوي يعني هذا الايقاع هو موجود الايقاع السريع هو ايقاع محترم جدا والكلام ما بي شيء يعني واللحن هو لحن يعني هو سلم موسيقي اكو اجناد جنس اول ثاني وسويت لي صغت لي هذا شو اسمه بس هو الفنان ليش يتقبل شائبه وين شائبه وين بهذا احنا نروح ونجي على ينقسمون يعني المؤسسه هي اللي تصنع الفنان والافراد اللي بيها على راسهم المطرب والملحن والشاعر والموزع الموسيقي. هذا اللي قمنا نشوف يعني الاشياء معزوفه تدخل بالاغنيه اكو اشياء يعني ممكن تستخدمها بحفلتك بس تستخدمها بجزء من تاريخك هذا راح يبقى يعيش يعني هذا راح يبقى فتره يعني شوف تحياتنا للنجم الكبير علي صابر ليش 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 صنع جيل كانوا موجودين هم بس ما كانوا ظاهريننا بشكل نجوم ليش هو صنعهم بكل سهوله وتقبلهم العالم بشكل محترم فن صح تشوفني تعبان حيل هذا من جرح القلب لا تشوفني تعبان حيل هذا من جرح القديم راس بنت ما ينحني غير بس لله الكريم وانت تجيني هسه كل يوم والف حجايه
روح امشي من قدامي شلون عالم هاي ما دام تحجي بظهري يعني تظل وراي ما دام تحجي بظهري يعني تظل وراي هوايه منو هوايه كلش اصدقاء هذا شيء موجود هواي ناس تحكي كلهم ما شاء الله يعني بارده عليهم ما شاء الله بس كلهم مسامحين حلو كل فدوه لهم يعني تروح على شيء حسنات تجي والله تعرف شنو ما اجي يعني هذه التفصيله دائما نقول يعني ما اشغل نفسي بهالاشياء اول شيء يعني سامح هذا الشيء اقرب لك بينك وبين ربك وانا مود هذا الشيء اللي بداخلك ان تكون متصالح ويا نفسك يطلع عليك خارجيا وهذا مردود لك بعدين تمام استاذ حسان شنو اللي يمنعك مرتضى حتى تكون هاي الحلقه بيديك بهاي الفتره شنو الشيء اللي يمنعني بعدني صغير انا بعدني ما شايف شيء اجابك على الحب خلينا نحب هسه خلينا نشوف وين قلنا خلينا نحب حرق قلبه اي والله خلينا نشوف بس الحب ماني حرق قلبه قلت لك العلاقه كانت عندي سابقه فهي كانت انه انا اخطب واتزوج واستقر فعدمت انت متردد من زواج الحبيبه الثانيه متردد طبعا لان انا كنت ناوي انه اتزوج بالعلاقه الاولى كنت ناوي انه اخطب ورحت اتقدم واخطب بس عدمتني حتى الزواج عدمته مني والله ممكن الثانيه تكون ان شاء الله تشبه الأولى ان شاء الله لا 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 من ناحيه النهايه لا ان شاء الله ما تشبهها ابد تمام فيفا المسرح والحياه ممكن ننقل تجارب حياتنا حياتك انت الى المسرح وتفرح لما نشوف انت تجربه مريت فيها بحياتك موجوده على المسرح كلش حلال الساحر كلش رتب محمد اليوم الحياة عبارة عن مسرح كلش كبير بس اليوم الحياة بيها كشغلات نفتقدها لا بيها اليوم إذا شخص يغلط يعيد ولا بيها جمهور يحفزك ولا بيها المكان اللي أنت تريد تعرف به اليوم الحياة كلش مسرح كبير أما على التجارب الحياتية اليوم التجارب الحياتية هواي أكو تجارب حياتية بنصوصي حياتية مني بس ما اقول اسمائهم الجوز هسه الولد الكادر اتباعهم جزء من بس اكو شغلات حياتيه مثلا تنقل واقع شلون المصور نقلت هواي تجربه من هاي التجارب من ضمنها فجر قرابين ست شخصيات حقيقيه مرتضى غاندي ايه مرتضى غاندي سعدون الحجامي محمد زازا صح؟ ايه هذا تيمك؟ لا اني يعني اليوم هذا ذول قبل لا يسمون تيم ذول اخوتي يعني عف المجال تيمك الرئيسي هذول ذول وبعد اكو ممثلين هواي بالحسين اعطيني افضل من بين هذول الثلاثه زازا لو سعدون لو غاندي من اكثر واحد قدم العمل اللي انت تريده اليوم الولد محمد اليوم هي فواكه انا قلت لك شلون انا طاب المتجر مال فواكه كل فاكهه طعمها مختلف يعني العنب مثل الرمان مستحيل البرتقال مثل الموز لا مستحيل اليوم زازة تجربة جديدة وأنا مراهن عليها من قبل سنة مراهن مجاملة لا جايك لا جايك ثلاثة تمرة عددهم محمد بس وقف لي لا قلت لك فواكه أنا غير قد أي موما هسه زازة هاي تجربة سعدون ناجح بكلها سعدون بشر عبارة عن طماطم سعدون حلاق خوش حلاق ممثل خوش ممثل لا زينب غاندي قال لك طماطم لان ترهم على الكل شاعر مدرس مال فيزياء ناجح وممثل ناجح غاندي شلون قلب والده اي غاندي حتى يسوي بريان الحنين وغاندي يبكي من هالباب عموري اغنيه ندمت ما غنيتها على مسرح ايدول لا مو ندمت يعني او ما اختاريتها مثلا قلت لا حرامات لو كنت رايد بدال يعني شوف هي قلت لك اني اكو اغاني يعني مثلا سلامي ماني اختاريتها وما كنت شايفها انه هي تكون باغنيه تجنن اغنيه عظيمه للفنان الكبير استاذنا قيصر كاظم الساهر بس اكو مرات يعني عند اعمال هي اهم اعمال موجوده بتاريخ الاغنيه العراقيه اكاديميا نحكي بس
كنت اكو اعمال لازم تنافس بهاي المرحله اللي هي والله هواي اغاني. يعني انا على ما اذكر كنت حاط ببالي مثلا المحمود انور يمكن تحياتنا له استاذنا مال تتمايل مثل الناقه كل ممكن اسمعها من بعد اذنك. يعني كنت حاب اسوي ايش حلو طولك أبد ما فيه لولة ويا مقلب إيش كثر لولة أحلف إنك تحبني صدق لولا بصراحة أرجوك لا تكذب علي تتمايل مثل الناقة عن عيون الحراقة تتمايل مثل الناقة عن عيون الحراقة بعن عود المصلة بعن عود المصلة من تمر هاي الناقة من تمر هاي الناقة. بعد هي الناقة الحقيقية ببالك؟ طبعا بعد ببالك؟ طبعا جنان والله في السؤال من عداك مرتضى من حفر حفرة لأخيه وقع فيها حفروا لك حفره ووقعوا بيها هواي هواي ايش تتذكر واحده من هاي الحفر كلها وياك ليش ضد يعني لا وقتك انا اريد استفاد على الاقل من تجاربك من اللي حفر حفره لك ووقع بيها من اللي حفر حفره عشان نسيت حاليا يعني ما كنت متحضر لهذا السؤال ما مفكر انه راح يجيني ف طب عيد السؤال ثاني من اللي كان معروفك ها ما نقول يعني اكيد ما نقول هو معروف يعني يعرف نفسه اللي كان معروف هذه ورقه بيضاء سيدنا المخرج اذا تسمح لي اقول تمام هذه ورقه بيضاء اوكي ايه هذه ورقه بيضاء هذه ورقه بيضاء شنو ترسم بيها ارسم بيها مستقبل اللي راح يجي رسمه بسيطه هيك فد اشاره معينه الهدف اللي انا رايح له اللي هو شنو شلون ارسم لك يلا طلع داك من شلب داخلك شد ويحب بس لا يرسم قبل حب ها يلا مرتضى ما راح تسوي لي رسم لا راح ارسم لك اياها هي نفسها تمام هو التكت من عدي هذا الحلم اللي انا يعني. ليش اخترت هذا الشيء؟ انا؟ اختار السفر سيدنا لان هنا ماكو نجاح يعني ماكو يعني اتعب بهذا الشيء اللي انا جاي اقدمه و هاي طياره ما راح استفاد شيء ماكو شيء يعني يدعمني اذا شايف هسه صناع المحتوى ما لهم دعم يعني جاي يتعبون كمونتاج كتصوير كاداء بس هم نفسهم جاي يتعبون بس ماكو شخص اللي يدعمهم ويطور منهم بفن العراق كله إذا تنتبه نفس الممثلين نفسهم كلهم تمام استاذ حسان ناخذ اتصالات اليوم ما ناخذ اتصالات اريدكم توقفون هنا ثلاثتكم رائعين وتجننون تسلم راح اعطيكم تكت على الطياره مال يلا تعال انت منا رضاوي تعال منا يلا اريد اسمع اغنيه محتاره ادور انا حتى في طلب من استاذ احتار دور انا بالمدايل المدينة قالوا الحلوة اجت للديرة جت قلت ايش عجب للحين ما مرت علينا وين القاك بيا مكان حبيبي الكل حنان وين القاك بيا مكان حبيبي الكل حنان حبيبي الكل حنان اسمع يا عراق يا عراق يومك اليوم او يا عراق ترجع شيء اكيد بحيلك
يا عراق يومك اليوم يا عراق شد حيلك قوم ذول احنا رجال الغيره سكان الدنيا نديره بالذل ما نرضى بيوم شد حيلك يلا وقوم وحسين ودم العباس ما نرضى بالذل يا ناس لو شفنا بقلب عداوة الكون ويا نتلاوى ذول احنا رجال الغيرة سكان الدنيا نديرة. حمين الله عليك. حمين شو مين جبتها؟ شكرا جزيلا يا حبيبي يا حبيبي. كلمة أخيرة. شكرا جزيلا لأنه صار فترة كلش يعني منعزل على هالفكرة انه اللقاءات وهيك شيء بس شرف لي يا حبيبي. شكرا والله انا اللي شرفت اليوم جيت للبرنامج طلعت على المشاهدين الكرام ومتابعينا وشفت اصدقائي الحلوين مكسب كلش كبير لي يعني افتخر بيهم وتشرفت انه التقيت بيكم اليوم وان شاء الله يا رب نبقى نقدم اشياء انه تستمتعون بها ان شاء الله. اشوفك باعمال قوية جدا لان انت صوت مهم ان شاء الله يا رب يا وهذا انا من خلالكم ان شاء الله بعد رمضان مباشره اكو ميني البوم جاهز كامل ان شاء الله راح ان شاء الله ننزله ان شاء الله. مرتضى انا شكرا اشكرك لانك قبلت تكون ضيفي وبعد اشكرك على هاي الدعوه الجميله بحضور شباب حضورك طبعا شرفت معرفتهم اكيد واحب اوجه تحيه لمتابعيني احب اقول لهم انا احبكم تحية لمتابعينك وتحية للمصممين تحية لهم يا حبيبي. مخرجنا حسين فيفا ايش تحب تقول لكل من يتابعك اليوم وزوجتك اليوم ما اعرف لازم تقول هالشيء حد دير بالك داري الوضعية داري داري الامور هذا محمد يكون كنت خفيف الظل واليوم معرفت هاي الشباب الحلوة هاي الوجوه مكسب الامانه واليوم زوجتي بعد هي حبيبتي وكل شيء شلون ضروري هاي لازم ضروري لا مو ضروري لا والله بقيد لك من يخرج من القلب يدخل الى القلب مباشره طبعا تحياتنا لها وتحياتنا لوالدي ووالدتي وتحياتنا وعمتي في الخارج وببيتي المحموديه تسلسل ما طب طبعا اكيد احنا نعتذر من المتصل الجلسه حلوه وضيوفنا لازم كل من ياخذ حقهم بالحديث فلذلك أجلنا الاتصالات حتى بكرة ماكو اتصالات بكرة عندنا حلقة خاصة ببطولة المحيبس البطولة راح تكون ما بين فريق المحيبس في منطقة الدورة راح يكونوا هنا موجودين بالاستوديو وفريق عقيل الطيب والتيم اللي خاص به راح يكونوا موجودين بهذه الحلقة شكرا لكل من تابعنا شكرا لكل من شاهدنا شكرا لأفران الطاحونة على هذه الحلويات الرائعة جدا بغداد العرصات شكرا لدائما يجهزونا بأطيب شكرا انتسارة العزاوي شكرا لكل من اتصل بينا شكرا لأجمل كادر وأجمل مصور وأجمل استاف عمل من إعداد حسن الواعد إلى إخراج الرائع جدا إحسان شكرا لإدارة WTV ومشاهديها أتمنى أن احنا قدرنا اليوم ننقل صورة حلوة بين صانع محتوى حقيقي قدم رسالة مجتمعية احنا نشيد عليه بين مخرج حقيقي قدم رسالة حلوة من خلال مسرح وظف أفكاره وجهوده بممثلين مثل زازا مثل غاندي مثل سعدون الحجامي وآخرين أشكر هكذا صوت رائع مثل العراق في محفل عربي ضخم ومسابقة عربية ضخمة وقدر ينقل صورة حلوة عن العراق وعن الشاب العراقي الهادف إن شاء الله دائما نقدر نقدم لكم الأجمل والأفضل والأرقى أريد أسمع أغنية نختم بيها هتخلينا نختار راح تجيب لي من التسعينات ناسيها حتى نختمها وراك بالحلوة بالضبط يلا صح ما متت من فرقتك بس ناسي راحت بالي يا ناس يا كوني وهلي من تبعد ايش يبقى لي هو انت وياي واحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي يا حبيبي شكرا لتواجدك مشاهدينا الاحبه ملتقانا باكر نفس الزمان ونفس المكان ليالينا في رمضان هاي تحياتي انا محمد لفندي احبكم هوايه
مع السلامه.